السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في تاريخ 5/9/2015 الساعة 7 صباحاً قامت اللجنة النفطية التابعة لهيئة القوى العاملة في زيارة المواقع في الأرياف الشمالية، وذلك للتفتيش على قانون العمل النفطي والنظر في شكاوى العمال الإخوان. وهذه توجيهات وزير الشؤون هند الصبيح ومدير عام هيئة القوى العاملة حفظهم الله. معكم أخوكم مهندس فواز العنزي ومهندس خالد الزعبي. والآن نريكم شوفوا طبعا هذه الشركة الصينية، طبعا الآن هذا يعتبر آيس تمتج. شوف شو حاطين فيها مايكروويف. العمال طبعا عندهم كلهم شكاوى، مشاكل العمال طبعا من دوام 12 ساعة. طبعا هذا يعتبر يعتبر ثلاجة، ولكن حاطها مخزن. انت نفس كلام 12 ساعة الوساخة طبعا ما في نظافة، كل شيء حقوق العمال يعني غير متوفر عندهم. الباب بطريقة الباب كنا الان يعني نفتح، طبعا عدم توفر لهم مطبخ. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. الان نحن في ريق 185 نفس الريق اللي صورنا السابق. الان احنا في دورة المياه، ولكن انظروا الى دورة المياه، نحتاج الى دورة مياه ثانية والتكييف كذلك، يعني تكييف طبعا مو شغال، والباب كذلك كله يعني لا طفولة لا صيانة، المكان كله يحتاج إلى صيانة. هذا توفر نظافة في كل شيء. هذا طبعا هذا يعتبر فيلا، ان شاء الله نوافيكم ان شاء الله تصوير الريق الثاني. جزاكم الله خير، السلام عليكم. ولا شيء اسمه الاسعاف موجوده، تكييف انا هذا التكييف ما في ولا في المدفع، ما في شيء اسمه الاسعاف. وطبعا هذا تبع الشركه الصينيه، وهذا نوريكم تبع السياره. شوفوا من برا حتى السياره فلشر ولا شيء، ما في عليه شيء. الآن نحن في ريد 159 من الشركة الصينية، وهذول طبعا الأخوة من الشركة الآن في سكنهم. طبعا نريكم طبعا مخالفاتهم، هذا سرير المطافي طبعا هو مخالف عندنا النظام، هذه أربعة في غرفة واحدة.
لتصليح الصيانة، معه كهرباء، مطريات، نظافة. مستمعين ما حاجة تسمونه بالصيني مستمع 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 نوم طاولة. طبعا هو الغرفة المخالفة، طبعا أربع سرة حاط كبتين العمال، فالمفروض كل عامل له كبت واحد. درايش ما فيها؟ درايش طبعا موجودة الشبابيك، تهوية الشفاطات خربانة. الآن احنا في غرفة تناول الطعام، انظروا للوصافة، هذا توفر نظافة في كل مكان، تكييف. مكاتب الكراسي لا طاولات شو الكرسي شو سوينا؟ ريج 159، وهذه سيارة الإسعاف الثانية اللي يقولون هم سيارة إسعاف، طبعا شو التراب دراسات إسعاف وصافة كل شيء، يقول الحين احنا راح ننظفها، دار صار لها سنة سنتين يقولون فيها المرضى والموتى، وهي سيارة تعبانة. طبعا في مواصفاتنا سيارة إسعاف، ما في دليل خارجي سيارة إسعاف، هذا بان اللي نقل غير صالحه للإسعاف، أعتقد لو تروح وزارة الصحة ما راح يرخصونها لهم، ولا كذلك الداخلية راح يرخصونها لهم السيارة. الآن لو شافونا قاعد يغسلون السيارة يهتمون بالنظافة، طبعا صارت عليهم اتصالات إن شلون جايكم يفتشون عليكم، فنظفوا سياراتكم. الآن تعال نصور دورة المياه ودورة سيارة الإسعاف. هذه هي نفس الكام نفس الريج 159، بس الشيء يشوف كيف معلق، يعني شفاف المكيف، كيف الصيانة، مطريات، الرأس تغسل عليه، هذه النظافة.
وهذا الحمام طبعا حمام البيج نفسه 50 في عدد عمال فهو لا يكفي لعدد عمال الموجودين في الشغل البريد ممكن يوصل 40 عامل على ثلاث دورات مياه الدورة المياه تبي جديد جزاكم الله خير. شيء طبعا الغرف النوم طبعا هم كاتبين غرفة النوم تحتوي على 4 اشخاص ينامون فيها وهي طبعا 4 اشخاص لسرير طابقين هذا يكون الغرفة هذا يقول 4 اشخاص ينامون في الغرفة الواحدة سرير طابقين وطبعا مخالف بس الشيء هذا الجامعة طبعا مخالفات في ذلك السخان الداخلي طبعا هذا مخالف عندنا في القانون القنارات إنه السخان الداخلي طبعا ليك بالماء الخليج طبعا نحط سيارته حتى في النور سيارة غير متوفرة هذه غرفة ثانية لأن طبعا الشاليه عندهم يعتبر غرفتين بالنص حمام طبعا لا بد فيها الشاليه هذه كلها شركة تريبلي القابضة اللي هي شركة صينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابع شركة مكان. إسعاف مسحوبة. إسعاف يعني. يبي لها إسعاف. يبي لها إسعاف. هاي سيارة إسعاف شركة برقان الحفريات النقل تفتح الباب هذه السيارة من داخل نشوف السيارة هم الباب الحلو الداخلي هذا السيارة إسعاف أتمنى من الإخوان في الكيوسي أن يشوفون هذا التصوير وكذلك الفحص الفني وزارة الداخلية كيف أن يرخصوا للسيارات هذه تكون سيارة إسعاف تنقل المرضى الموتى وموقع العمل جزاكم الله خير والآن هذا غرفة هي ماذا هي غرفة صراحة غرفة نوم غرفة غرفة شنو المستقبل سلام لك تعالي دورة مياه 110 اللي تبع شركة برقان طبعا تغيير في شيء ما شيء صاحي اسم دورة مياه لا شفاط لا سيفون قريب الماء طبعا واحد نظافة كل شيء لكل شيء عنده الله يعينك، الله يوفقك، الله يبارك فيك
هذا كيف توافق على يعني بي او سي تحكي الامر بدون شيء عليهم؟